اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوان هذا اخر تصوير من التنومه جزاكم الله الف خير، حذروا بي اهالي منطقه التنومه جزاكم الله الف خير. يعني سامتيمات وصعود المياه، وين المسؤولين؟ وين اهل الغيره؟ وين اهل الحميه؟ انه يحاولون ينقذون هاي المنطقه التنومه جزاكم الله الف خير. الماي جاي يصعد عليها، الماي وصل للشارع الرئيسي باقه تقريبا 50 سنتيمتر، اقل ال 50 سنتيمتر. اخوان جزاكم الله الف خير، لا تغرق هاي العالم، العوائل، الاطفال، جزاكم الله الف خير. حذروا اهالي التنومه جزاكم الله الف خير اخوان، انشروا باسرع وقت ما يمكن جزاكم الله الف خير. اقسم عليكم بمحمد والي محمد اخوان، شوفوا الماي جاي يصعد، جاي يصعد على الشارع قريب كلش، فتحذروا اخوان، صعد على الشارع جزاكم الله الف خير. انا الاحظكم بعض التصوير انه شوف الماي وين جاي يصعد، انتبهوا 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 جزاكم الله الخير، شوف الماي وين صعد، انتبهوا انتبهوا. شوف هاي المنطقة، شوف هذا المكان بالتحديد، شوف وين الماي ما باقي بيه اخوان، سنتيمترات يعني وراح تفيض التنومة، تفيض الاهالي اخوان. وين الانقاذ السريع؟ جزاكم الله الف خير. البصرة مهددة، البصرة مهددة وتستنقذكم يا اهل الحمية، اهل الغيرة اخوان، جزاكم الله الف خير. هلا هلا اخوان، هذا التصوير قرب الجسر الايطالي مقابل مستشفى التعليمي، جزاكم الله الف خير. انا لاحظت بعض الاخوه انه في البلديه مالت النومه انه جابوا انقاذ سبويس وتراب جاي يذبون بعض المكان، لكنه شوف السيارتين، يعني سيارتين ما تكفي. هذا اخوان هذا يعني مكان جدا واسع وكبير، هذا المكان يراد له عده سيارات، فاستنقذوه باسرع وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التصوير هو لكم خير دليل. هذا الارتفاع بالتحديد راح اخليه قريب عليكم كلش، هذا الارتفاع باعوا له اقل 25 سنتيمتر صار.